Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 3 مارس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 3 جنود في كمين مسلح بجنوب دارفور، واستمرار الاحتجاجات في الخرطوم جراء مقتل متظاهر. الحرية والتغيير العنف يهدد العملية السياسية، والبرهان يكشف عن مؤشرات بقرب التوقيع على الاتفاق النهائي. ارتفاع كبير في الإصابة بحمى الضنك في الخرطوم، وخبراء اقتصاديون يتوقعون زيادة مضطردة في الميزان التجاري في حال استمرار الانقلاب. ورشة في الخرطوم لحل قضايا شرق السودان، وحرائق وعمليات نهب في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 2 من جنود القوات المسلحة وأصيب 3 يوم الخميس في كمين نصبه مسلحون يستقلون عربتي لاند كروزر ومواتر بالقرب من مواشي على طريق الفاشر نيالة. وقال مواطن لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا في البداية عربتين تحملان سكر من الفاشر إلى نيالة، وأوضح أن مواطن أبلغوا قيادة الجيش في منواشي بعملية النهب، وخرج جنود لتعقب الجناة حيث تعرضوا لكمين أسفر عن مقتل 2 منهم وإصابة 3 ونجاة 2 آخرين. وقال أن قوة من الجيش قوامة 30 عربة خرجت لتعقب الجناة، وأضاف في هذا الخصوص: المواطنين تم نهبهم ده مفاجأة، هم لا توقف في كمين، تم قتل 2 من قوات الشعب المطلع لين كانت أسفارهم، وبعد ما حصرهم الأربع قوات مشتركة. تواصلت الاحتجاجات وإغلاق الطرق في الخرطوم الخميس لليوم الثاني على خلفية مقتل متظاهر في مليونية 28 فبراير، فيما أعلنت الشرطة وضع الضابط المتهم قيد الإيقاف الشديد ورفع الحصان عنه بطلب من النيابة وبدء استجوابه مع تشكيل مجلس تحقيق. وقالت المحامية شراقة عثمان لراديو دبنجا أن الضغوط الدولية أسهمت في تسريع الإجراءات في مواجهة المتهم بقتل المتظاهر، وأضافت في هذا الخصوص: مرحلة متقدمة تماما، وعلى غير العادة أن الشرطة تكون سريعة في الإجراءات وسريعة توقفه وسريع جدا ترفع منه الحصانة، والأسرع من كده أن النيابة هي تتولى التحري بدل الشرطة، لأن الشرطة كانت خصمة البلاغ دي. المرجح أنهم خايفين من الرأي العام العالمي. دعا محمد الصادق الناطق الرسمي لتجمع المهنيين وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري للإسراء في تشكيل الحكومة المدنية لوقف القتل الممنهج ضد الثوار السلميين. وقال لراديو دبنجا: لا بد من الوصول بالعملية السياسية إلى نهايتها وتشكيل حكومة مدنية تنهي العنف، مضيفا أن بطء العملية السياسية سيؤدي إلى تصاعد العنف الممنهج ضد الثوار والمتظاهرين، وأضاف في هذا الخصوص: لا بد من إعادة إصلاح هذه الأجهزة الأمنية وإعادة إصلاح عقيدة التي فسدت بسبب الدكتاتورية المتطاولة لمدة 30 عاما. لا بد من وصول للعملية السياسية لنهايتها وتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية كي تستطيع أن تبادر بتشريعات وبإصلاحات قانونية. وفي ذات السياق أكد عمار حمودة المتحدث الرسمي للحرية والتغيير في الخارج والقيادي في التجمع الاتحادي أن العنف والقتل ممنهج للثوار من قبل الأجهزة الشرطية والأمنية سيؤدي إلى تهديد العملية السياسية. وقال لراديو دبنجا أن الأجهزة الشرطية تحتاج إلى التدريب وإعادة التأهيل، مطالبا الحكومة القادمة بمراجعة هذه الأجهزة، وأضاف في هذا الخصوص: استمرار القتل ضد الثوار السلميين أمر مدان وأمر يدين السلطة الحالية، استمرارها في هذه الجرائم يهدد العملية. إذا كان هناك نية للذهاب إلى وضع دستوري جديد فيه سلطة مدنية كاملة، فعلينا أن نبدأ في خلق الأرضية المشتركة لهذه السلطة المدنية. قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل بقرب التوصل
الاتفاق وتشكيل حكومة مدنية. وأكد في مقابلة مع صحيفة الشركة القطرية التزام المؤسسة العسكرية بالاتفاق الإطاري ودعمها عملية التحول الديمقراطي المنشود وخروجها من المشهد السياسي. وقال إن المؤسسة العسكرية ستعمل مع كافة الأطراف لإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي، مؤكدا أن العملية السياسية لا يمكن أن تصل إلى أهدافها بمعزل عن بقية القوى السياسية. كشف تقرير لبنك السودان عن ارتفاع كبير لعجز الميزان التجاري إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة منذ 10 أعوام. وعز الخبير الاقتصادي الدكتور صبغي كبلو الارتفاع الكبير في عجز الميزان التجاري بعد الانقلاب العسكري إلى انخفاض إنتاج المواد البترولية وفقدان الأسواق التقليدية للمرة الثانية بعد استعادتها عقب سقوط النظام السابق. وأشار كبلو في مقابلة مع راديو دبنجا إلى زيادة التهريب خاصة الذهب وانخفاض تصدير الماشية، ونبه إلى تأثير الفراغ الحكومي لأكثر من عام. وأضاف في هذا الخصوص: في انخفاض في إنتاجنا المحلي من المواد البترولية. الشيء الثاني، فقدنا أسواقنا التقليدية في خلال الفترة السابقة، ثم بدأنا في استعادتها على أيام الفترة الانتقالية، الآن فقدناها للمرة الثانية. وحول تأثير ارتفاع عجز الميزان التجاري قال الدكتور صدقي كبلو إنه يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني ويزيد معدلات التضخم ويؤدي إلى زيادة الأسعار. وأوضح إن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وتقليل التنافسية، مما يتسبب في المزيد من العجز في الميزان التجاري. وبشأن وسائل خفض عجز الميزان التجاري، أكد الدكتور صدقي كبلو ضرورة إيقاف استيراد السلع التكميلية وتصنيع المواد الخام وتنظيم تجارة الذهب وإصلاح إنتاج البترول والغاز، وأكد عدم إمكانية الإصلاح الاقتصادي إلا بإسقاط الانقلاب. وأضاف في هذا الخصوص: أن عجز الميزان التجاري في حد نفسه بيؤدي لآثار ضارة، لأنه بيأثر على ميزان المدفوعات مع الحساب الجاري، وبالتالي بيعمل ضغط على الجنيه السوداني، وبالتالي بيخلي الجنيه يفقد قيمته. قال البروفيسور عثمان خيري الخبير الاقتصادي والأستاذ في عدد من الجامعات السودانية إنه أسباب العجز في الميزان التجاري تتمثل في ضعف الاقتصاد وارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع الجبايات بجانب زيادة الاستيراد غير الضروري. وأكد بأن عجز الميزان التجاري سيستمر ويتنامى في التضخم إلى أن ينفجر في حال عدم الاستقرار السياسي. وأضاف في هذا الخصوص: بدأ العجز يزيد لأنه أصبحت الصادرات تتراجع والواردات تزداد، فإن الحكومة عندها جشع في الموارد الجمركية، تعتمد على الجمارك اعتماد كبير جدا، فلذلك تسمح بأي استيراد أي سلعة دون أي موارد حقيقية تأخذ عليها الحكومة الحصيلة الضريبية. انطلقت في الخرطوم صباح الخميس فعاليات الورشة الاقتصادية الأولى التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وستستمر ل3 أيام. وقالت اللجنة في الجلسة الافتتاحية إن المؤتمر يهدف لمناقشة الرؤية الاقتصادية، وسيناقش 6 أوراق اقتصادية أكاديمية في عدة مجالات، من بينها السياسات النقدية وإصلاح النظام المصرفي والسياسات التجارية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك إلى 457 حالة موجبة. وأوضح التقرير الذي صدر يوم الأربعاء أن حالات الاشتباه بحمى الضنك ارتفعت إلى 949 حالة مع تسجيل حالتي وفاة. وأكد التقرير تنويم 4 حالات داخل المستشفيات. طالب لاجئون سودانيون بدولة تشاد وقيادات الإدارات الأهلية بالمحليات الغربية لولاية شمال دارفور الطين أمبرو كورنوي بضرورة تسريع العمل في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للاجئين إلى مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية التي تمكن اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد من العودة إلى مناطقهم. وخلال الاستطلاعات التي أجراها راديو دبنجا مع اللاجئين، طالبت العائدة عفاف إسحاق حجار الحكومة بتوفير مياه الشرب وإنشاء مراكز صحية. وأشارت إلى أن عدد العائدين بلغ 1274 أسرة يقيمون بمعسكر الهجرة في الطينة.
وأضافت في هذا الخصوص: مشكلة الموية مشكلة أساسية، لأنه عندنا صهريج واحد بس الناس بتمشي هتجيب منه موية، ودي أصلا يعني عاملة لنا مشكلة. ده واحد. تاني حاجة في الأطينة، في عندنا مستشفى الأطينة فقط، ما عندنا مراكز أحياء. أصيب المواطن خليل محمد بطلق ناري في عملية نهب مسلح أثناء عودته من سرف عمرة إلى قرية مليسا بولاية شمال دارفور ظهر الخميس. من جهة أخرى، تعرضت عربة لاند كروزر يوم الخميس لعملية نهب مسلح على طريق منطقة خرطوم جديد بشمال دارفور وسوق الخميس الأسبوعي بزالينجي، وأطالت العملية جميع ممتلكات الركاب. أعلنت الهيئة النقابية لأطباء غرب دارفور الدخول في إضراب مفتوح عن الحالات الباردة ابتداء من السبت المقبل، للمطالبة بإلغاء تعيين مدير وزارة الصحة الجديد، مؤكدة عدم التعاون مع الإدارة الجديدة. وأكدت الهيئة في بيان أنها سلمت مذكرة لوالي الولاية بتاريخ 21 فبراير تضمنت مطلبا واحدا، وهو إلغاء تعيين عبد السلام مصطفى صالح مديرا عام لوزارة الصحة. يعيش النازحون في مركز صلاح الدين الأيوبي في الجنينة أوضاع إنسانية سيئة بعد اندلاع حريق هائل خلال الأسبوع الجاري قضى على مساكن وممتلكات ومواد غذائية لأكثر من 400 أسرة. من جهة أخرى، شب حريق هائل بمنطقة دونكي دريسا التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر جنوبي نيالا حاضرة جنوب دارفور، وقضى على 200 منزل بجانب المتاجر وبرج الاتصالات. اعتقلت سلطات الشرطة بيدلقو في الولاية الشمالية سكرتير لجنة التغيير والخدمات بمنطقة أبو صارة محمد جبارة من داخل المحكمة يوم الخميس قبل إطلاق صراعه بالضمانة، وذلك على خلفية بلاغ مفتوح من قبل شركة دلقو للتعدين ضد 5 ناشطين بالمنطقة قبل أسابيع، وأدى الاعتقال إلى تجمهر العشرات من الشباب أمام قسم شرطة دلقو. من جهتهم، رفع مواطنو منطقة أبو صارة بمحلية دلقو سقف مطالبهم إلى ترحيل الشركة التركية من المنطقة بدلا من ترحيلها إلى البعد الآمن. وأضاف الناشط حاتم حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص: إحنا بنشوفها يعني حاجة ما احترمونا، وما في احترام حتى لشنو لمحكمة دلقو. أنا زي تستغلك زول من داخل المبنى بتاع المحكمة، ونحن بنشوفه ده استعمار جديد، استعمار تركي جديد. شرعت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة في تحريك إجراءات قانونية ضد الأمين العام لحكومة الولاية بسبب توجيه إساءات للمعلمين أثناء وقفتهم الاحتجاجية يوم الاثنين. ووصف معلمون تحدثوا لراديو دبنجا الإساءات بالمهينة لقبيلة المعلمين وللمهنة. وقال سامر صلاح عضو لجنة المعلمين بولاية الجزيرة لراديو دبنجا إنه إضرابه متواصل في الوقت الذي لم يتسلموا فيه استحقاقاتهم المالية كما في بقية الولايات. وأضاف سامر صلاح من لجنة المعلمين بولاية الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص: حاليا نحن متواصلين مع تحالف المحامين، عايزين نشوف الإجراء القانوني ممكن يتفتح شنو. الناس حرق له إجراءات لأنه الإساءة إساءة كاملة، يعني ما هو ذو البتوعة قبيلة كاملة. أكد رئيس كتلة النازحين واللاجئين بمحلية قريضة بجنوب دارفور عثمان يعقوب آدم عدم عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم بجانب تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمعسكرات. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إنه بالرغم من توقيع اتفاقية جبل السلام لا زالت الأوضاع الأمنية والإنسانية في تردي مستمر. وأضاف عثمان يعقوب آدم لراديو دبنجا في هذا الخصوص: نحن في كتلة النازحين واللاجئين رغم أنه عايز هي حصل تأخير النظام من التقدير جاد اتفاقية جبا، وأخيرا لهم السعر في ماشي وغير ما في أي جديد على مستوى هذه بكل الجوانب. إذا ما تكمع الجانب الإنساني الأوضاع الإنسانية متردية تماما، الجانب الأمني أيضا متردية تماما. رفضت المحكمة طلب نقابة الصحفيين السودانيين الخاص بتصوير جلسة محاكمة الصحفي عبد الرحمن الأمين في بلاغ وزارة المعادن بنيابة جرائم المعلوماتية بغرض التوثيق. وقال الصحفي عبد الرحمن العاجب لراديو دبنجا أن المحكمة استمعت للمتحري في الجلسة وحدد القاضي يوم 23 مارس الجاري استجواب المتحري. وأضاف الصحفي عبد الرحمن العاجب لراديو دبنجا في هذا الخصوص: تمت الجلسة و القاضي بدأ في الإجراءات بشكل مباشر، وتم سماع المتحري، تم تلاوة الأغوال المتهم الأول والمتهم الثاني وعرض المستندات، وبعدها إنه قام القاضي بتحديد جلسة أخرى
بتاريخ 23 مارس الجاري تقدمت نقابة الصحفيين السودانيين بطلب لتصوير الجلسة بغرض التوثيق، ولكن قاضي المحكمة رفض الطلب بحجة أن هنالك منشور من رئاسة السلطة القضائية يمنع هذا الأمر. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت في خرطوم صباح الخميس فعاليات الورشة التحضيرية للحل الشامل في شرق السودان بحضور أطراف سياسية ومكونات اجتماعية وبتسهيل من منظمة برو ميديشن الفرنسية. وقال مبارك النور الأمين العام لتنسيقية شرق السودان لراديو دبنجا إن الورشة تهدف لبحث الحلول لقضية شرق السودان، موضحا إنها جمعت فرقاء شرق السودان السابقين السياسيين والاجتماعيين، مشيرا إلى عدم مشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر ننتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.